السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم من جديد. كشف اخيرا لاعب نادي مانشستر يونايتد المدعو إلهان إنزو أمير عن رغبته في حمل قميص الجزائر على حساب فرنسا، حيث ان اللاعب من مواليد 2006 بمدينة مارسيليا وعمره حاليا 15 سنة وهو من اصول جزائرية من جهة والده الجزائري، اما والدة اللاعب فهي اسبانية تونسية. ولقد شد انتباه الكشافين حينما كان يلعب في فريق اف سي سيت الفرنسي قبل أن يجتاز الامتحان التجريبي لينضم إلى الأكاديمية بمانشستر يونايتد سنة 2016 ليخوض بعدها التحديات ويتدرج متميزا ليفرض نفسه في الفريق الرديف، آملا أن يحقق حلمه بحمل قميص مانشستر يونايتد مع الفريق الأول واللعب في أولد ترافورد كما صرح للرابطة. حيث أن أمير إلهان إنزو يعتبر من اللاعبين الواعدين القلائل الذين حصلوا على عقد رعاية من شركة نايك أولا قبل أن تتعاقد معه شركة أديداس، وأسطورته المفضلة دافيد بيكام ومن المعاصرين بول بوجبا بحكم أنه يلعب في نفس مركزه كمتوسط ميدان. وتجدر الإشارة بأن اللاعب قد تمكن من تطوير نفسه بشكل رهيب وهو الآن في ردف نادي مانشستر يونايتد ومدرب الشياطين الحمر معجب بأدائه كثيرا كونه يتقيد بالتوجيهات التكتيكية داخل الملعب وهو معروف بكراته الطويلة الدقيقة. والجدير بالاهتمام هو أن اللاعب قد صرح مؤخرا لإحدى الصحف الإلكترونية بأنه يريد تمثيل الجزائر فقط وسيظل متمسكا في قراره هذا. ونحن بدورنا أسرة قناة أخبار رياضة اليوم نتمنى بأن تتحرك خلية الفاف الجزائرية بسرعة لضمان خدمات هذا اللاعب في المنتخب الجزائري مستقبلا. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.